أكيد أن الفترة الأخيرة كتعرف واحد الارتفاع يعني كبير ديال الأرقام ديال حالات الإصابات على الصعيد، مش على الصعيد الوطني، على الصعيد الدولي أيضا، على الصعيد الوطني. وبسلا أيضا يعني تم اتخاذ إجراءات يعني تشديد في الإجراءات الاحترازية على مستوى المؤسسات، تم تحسيس جمعيات الآباء، الأطر الإدارية، الأطر التربوية للانخراط في هذه الحملة ديال التوعية، وديال أنهم نرجعوا لواحد شوية ديال الصرامة في تطبيق التدابير الاحترازية. وأكيد أنه وفق المذكرات المؤطرة وفي التعاون والتنسيق التام مع السلطات الطبية ومع السلطات الترابية، فكدار اللجنة الإقليمية اللي كتتبع هذه الإجراءات، وكانت يعني حرصا على سلامة الجميع، أنه ملي كتكون عندنا حالات كثيرة في بعض المؤسسات، فطبيعة الحال في إطار التنسيق بين هذه السلطات الثلاث يتم إغلاق المؤسسة عن التعليم الحضوري وتحويلها للتعليم عن بعد. كانت عندنا هذه يعني في غضون هذا الشهر الأخير إقفال يعني ثلاثة ديال المؤسسات التعليمية. كان عندنا جوج بالعالم القروي، فرعية العالم القروي، مدرسة أيضا في السهول، وفي سلا عندنا ثانوية تأهيلية. هذا قرار كيرجع للجنة الإقليمية يعني، وبالأخص للرأي ديال السلطات الطبية، ملي كنلقاو أنه يعني حالات كثيرة منتشرة في مؤسسة معينة، أكيد أنه المختصين ديال المندوبية وزارة الصحة اللي كنقدم لهم الشكر الجزيل، مع السلطات الترابية، مع السلطات البيداغوجية اللي كنمثلوها، فكيكون التداول حول خصوصيات المؤسسة، حول الحالات، طبيعة الحالات، نوعية هذه الحالات، قبل ما يتم ملي كنلقاو أن الحالات يعني تشكل خطورة على باقي الأطر التربوية وهيئة التدريس والتلاميذ والتلميذات، يتم الإقفال ديالها وتحويلها للتعليم عن بعد. كيبقى أن هذه المزاوجة بين حق الصحة وحق التعلم، أكيد أنه كنعطيو الحق الصحة الأولوية ملي كنقول خصوصية المؤسسة، لأن مؤسسة فيها 200 تلميذ وتلميذة ماشي هي مؤسسة فيها 2100، يعني هذه هي معطيات اللي كان ناخذوها المجال الجغرافي ديالها، يعني مجموعه من المعطيات كنتداولوا في اطار اللجنه الاقليميه قبل ما كناخذوا قرار تحويل النمط من النمط الحضوري النمط عن بعد. ملي كتكون عندنا واحد الحاله كناخذوا اجراءات، مثلا انه كيدار الاختبارات للناس اللي قراب لهيئه التدريس، كنتاكدوا ان هذيك الحاله ما اثرت شيء، يتم تشديد والصرامة في تطبيق التباعد، الكمامات، التعقيم، كنعقموا المؤسسة، كنتبعوا يعني هذا البروتوكول الصحي انه ينزل، وكتستمر المؤسسة كنسدوها وكنقرروا نسدوها بالتنسيق مع السلطات الاخرى المعنية ملي كتشكل خطورة على صحة المكونات ديال المؤسسة. هو انطلاقا من 3-4 ديال الحالات ممكن انه نسدوها. انا كنقول لك كاين بعض الحيثيات المحليه والخصوصيات ديال المؤسسه، فيها البنيه ديال المؤسسه، فيها الموقع الجغرافي ديالها، فيها يعني مجموعه معطيات، فيها الحالات يعني متى تسجلات هذه السلطه الطبيه اللي كتحسن فيها، يعني مجموعه معطيات اللي كتخلينا ما كاينش عندنا مثلا واحد كنقولوا راه الا وصلنا مثلا لهذا العدد من هذا راه ممكن نسدو. راه ممكن انه ملي كنديروا مثلا لو تيست ديال واحد القسم مثلا اللي كانت سجلتنا فيه حاله، وكنلقاو ان 28 تلميذ وتلميذه اللي مع هذيك الحاله ما تصابوش، يعني ما كاينش فيها خطوره، كنخليو انها كتستمر الدراسه بالمؤسسه. احمد شوقي كانت تسجلت فيها يعني واحد 8 ديال الحالات تقريبا، وبالتالي تبين يعني من بعد الاستشاره مع الطاقم الطبي، وبحكم ايضا الاعداد الكبيره ديال التلاميذ والتلميذات اللي كاينين في احمد شوقي، فتم باجماع انها المؤسسه خاصها تمشي للنمط ديال التعليم العلوي، حفاظا لان حتى السيد بعض الاعضاء ديال الطاقم التربوي الاداري، وهذا هو اللي قلت لك دابا، انه ملي كنلقاو ان الحالات كثيره كتمس
تلاميذ وكتمس الطاقم الاداري وتمس الطاقم التربوي، اكيد انه كيكون اجماع ان سلامه الاساتذه وسلامه التلميذات والتلاميذ والطاقم التربوي فوق كل اعتبار. كنمشيو مرغمين كنمشيو للتعليم عن بعد. هو تمنيه غير التلاميذ. السيد المدير يلاه هذا الصباح دابا يعني الطاقم التربوي يلاه هذا الصباح عاد كاينه الاصابه ديالو، وبالتالي راه هذا الصباح يعني من هاد ابتداء من اليوم راه تحول النمط في احمد شوقي من النمط الحضوري الى النمط عن بعد. كاينين بعض المؤسسات مهدده بالتعليم عن بعد؟ لا، حاليا يعني ما كايناش عندنا مؤسسه اللي هي الان لهذه اللحظه هذه ما عندناش مؤسسه مهدده، لان دابا هادو اللي التيست راه كيداروا يعني باستمرار. اكيد ان المؤسسات اللي كتكون عندنا فيهم حاله جوج ديال الحالات متفرقه راه كنخضعوها للتيست وكنتسنداو النتائج ديال التيست باش كنبثوا فيها داخل اللجنه الاقليميه. اكيد هذا هو الحرص ديالنا على اننا نتريث داخل اللجنة الإقليمية قبل اتخاذ قرار الإغلاق. علاش؟ لأنه هذا مكسب التعليم الحضوري، كنحرصوا على أن التعليم الحضوري ما كيعوضوش التعليم عن بعد. هذه يعني تربويا مفروغ منها، ولكن ملي كنوصلوا أنا كما قلت لك ملي كنوصلوا عندنا قناعة أن هذه المؤسسة هذه الحالات اللي في هذه المؤسسة تشكل خطورة على سلامة وصحة المرتدين ديال هذه المؤسسة راه يتم إغلاقها وكنمشيو للنمط عن بعد. ولكن نتريث على اساس انه نضمنوا هذا المكتسب ديال التعليم الحضوري باش انه لانه هو اللي كفيل بطبيعه الحال انه بناء تعلمات يعني فاعله وفعليه اكثر بكثير من التعليم عن بعد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.